بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين. متابعين الغاليين، متابعين قناة منى ثروت اكسسوارز، أهلا بيكم. بصوا، زي ما انتم شايفين معايا كده، ورشتنا النهاردة من أسهل الأنسيالات أو من أسهل التصاميم، الأنسيال اللي قدامكم ده. طبعا أنا كنت الفيديو السابق شرحت لكم فيه طريقة التركيب، كنا هنبدأ في تركيبات الحجر. طبعا دي أبسط طريقة لتركيب الحجر بالشكل ده، أسهل أو أبسط طريقة أو أبسط تصميم، لأن طبعا بيبقى فيه حاجات تانية ممكن نعملها لو بنركب بسلك النحاس. بنقدر نشتغل على الحجر بحليات معينة عشان نعلي الشغل بتاعنا، لكن دي تعتبر أسهل طريقة وبرضو أشيك طريقة زي ما انتم شايفين معايا كده. عشان نقدر نعمل الانسيال ده لازم يبقى عندي احجار، كمان زرد، جزء من السلسله، قفل. لو انا هشتغله من سلك النحاس هيبقى عندي سلك النحاس الواحد ملي عشان اقدر اكمل كل الحاجات اللي زي القفل وزي كمان الزرد وزي السلسله. لكن احنا نقدر نشتري طبعا السلسله زي ما قلت لكم في فيديو الاساسيات، بنقدر نشتري السلسلة بالمتر، وده السلسلة، وكمان الزرد كمان بنقدر نشتريه بالجرام. فبنجهز سلسلة كمان الزرد. الزرد ده عشان احنا بنبقى المفروض لما بنركب حجرين وبنركب بينهم زردة بيبقى في حرية في الحركة بتاعت الأحجار بينها وبين بعض، فبيبقى في انسيابية كده في لبس القطعة بتاعت الاكسسوارات. ممكن نشتغل بالشكل ده، وممكن كمان نشتغل بالمسمار اللي هو بالطريقة دي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، وياريت يبقى فضي عشان الذهبي بيغير. زي ما قلت لكم، يا رب تكونوا شفتوا الفيديو، لو ما شفتهوش قولوا لي، احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وكمان القفل الجاهز اللي هو قفل البغبغان بالشكل العادي، في منه نحاس، والقفلين دول نحاس على فكرة لو انتوا هتشتغلوا بالذهبي. اهلا بيكم معايا من جديد. زي ما انتوا شايفين كده، الادوات بتاعتنا هتكون عبارة عن قصافة، كمان عمود الخواتم، الزرادية الخشنة ممكن يبقوا اتنين، كمان الزرادية المبرومة اللي احنا بنشكل عليها الدايرة في بالسلك، سلك نحاس واحد ملي. طيب احنا هنا بنحتاج عمود الخواتم ليه؟ عمود الخواتم بنحتاجه وقت ما نكون بنعمل خاتم، وكمان وقت ما نكون بنعمل قفل. هعمل معاكم القفل بسرعة. القفل من اسهل الاقفال او اسهل الاشكال للقفل. القفل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي تقريبا 4 سنتي، باخدهم على طرف عمود الخواتم، ممكن بقلم لو انا ما عنديش عمود الخواتم. انا باخد بس الشكل الدائري ده على عمود الخواتم وخلاص، عمود الخواتم بيبقى دوره انتهى. ممكن نعمله على يد الزرادية، ممكن نعمله على على قلم، مفيش مشكلة خالص. انا بحب القفل يبقى صغير شوية فهقصره شوية، وهاجي من ناحيتين شايفين كده تقريبا شبه حرف السي بالانجليش. هاخد كده على طرف الزرادية المبرومة وابتدي اقفل دايرة صغيرة من الطرفين. السلك او الشغل السلك دايما بنفضل يبقى شغل السلك مقفول من الاطراف، يعني دايما السلك بيبقى نهايته الشكل المدبب ده او السن المدبب ده، فبنفضل ان احنا نعمل ايه؟ نعمله الدايرة دي او نعمله بالمبرد. لو احنا مش حابين نقفله وعايزين نسيبه كده لازم نبرده، لان بعد القص بيبقى الجزء ده مدبب زيه زي المسمار او زي الابره. بنيجي باستخدام المبرد بعمل كده في اتجاه واحد، بهندم السلك بتاعي. لكن انا في القفل ببقى عايزاه مقفول من الناحيتين، فباخد كده زي ما قلت لكم على طرف الزرادية بتاعتي. انا بعمل ليه على الطرف الزرادية، وبحاول ان انا اصغر الشكل على قد ما اقدر عشان يبقى القفل بتاعي شكله صغير. انا مش عايزاه كبير والدايرة بتاعته تبقى مناسبة بالشكل ده، واظبطه بالزرادية الخشنة هيبقى بالشكل ده.
دي اول حاجه بعملها. انا كده بجهز شغلي، طبعا جهزت الحلقات بتاعتي او الزرد، جهزت الاحجار السلاسل زي ما قلنا في اول الفيديو. باجي بعد كده باخد الحجر، بيبقى فيه فتحه كده في كل الاحجار المدوره او اللي هي بالشكل ده. بعمل ايه؟ ياخد مقاس الحجر بالشكل ده، سنتي من هنا وسنتي من هنا، وابتدي اقفل. يا ممكن تعمله زي ما انا هعمل كده، انا بدخل الحجر عادي وابتدي اقفل من ناحيه بالشكل ده كده. بس دايما بحب اظبط الدايره بتاعتي، ارجعها شويه لورا كده وبعدين ارجع اقفلها تاني عشان تبقى في نص الحجر بالظبط، او الدايره بتاعتها تبقى بالشكل المظبوط ده وتبقى بالشكل ده. المفروض قفله الحجر ما تبقاش واسعه، ما يبقاش بيلق كده او بيجري جوه السلك. فعشان اعمل ده، بعد ما اقفل من ناحيه هاجي الناحيه الثانيه اسيب قد ايه او اقص بعد قد ايه؟ تقريبا سنتي. بصوا انا حاطه مثلا صباعي كده، هو كده اهو، فنعتبر اللي هو الجزء ده سنتي. نخلي بالنا واحنا بنقص عشان السلك ما يعملش مشكله ويطير في وش حد حوالينا او في اي حاجه ويكسرها. دايما يعني نبقى حريصين واحنا بنقص السلك بتاعنا كويس قوي، لا قدر الله لو طار في وش حد من الموجود حوالينا او في اي حاجه كمان ممكن يبقى مؤذي يعني. هاجي بقى الناحيه الثانيه وابتدي اقفل. انا حاساها كبيره شويه، اخدت مسافه كبيره. بصوا انا هشيل قد ايه، انتوا مش متخيلين يعني، انا عايزاهم قد بعض بالظبط. فالملي ده انا مش محتاجاه، قصيته اهو، هروح شده كده بشويش اقص. ولازم لازم اتجاه القفله دي يبقوا الاثنين في نفس الاتجاه، يعني واحد مثلا كان كده، دايره كانت فوق ودايره كانت بالعرض ودايره كانت افقي ودايره كانت راسي، ما ينفعش اشتغل عليه كده، لازم الاثنين امسكهم بالشكل ده وابتدي اخليهم الاثنين في مستوى افقي مع بعض. بصوا كده كده انا بجهز شغلي زي ما قلت لكم. بعد كده هبتدي اركب. باخد تقريبا 5 سنتي سلاسل. انا زي ما قلت لكم في الفيديو السابق مقاسات الانسيالات بتبقى عامله ازاي. المقاس الانسيال بيبقى في حدود من 17 ل 20 سنتي، فدايما نعمله تقريبا 18 سنتي ونزود 5 سنتي او 7 سنتي سلسله فاضيه. نقسمها من هنا ونقسمها من هنا، او نعمل هنا القفل ونحط ال 7 سنتي من الناحيه الثانيه، يعني ليكم كامل الحريه، او انتوا بتغيروا في الاشكال بتاعتكم براحتكم، لان انتوا اكيد هتعملوا تصاميم كتير فلازم تنوعوا في شغلكم عشان تعملوا التنوع ده، تغيروا بقى في التركيب من اليمين من الشمال. بعد كده هبتدي واحده واحده هركب السلسله بالشكل ده. هركب ازاي؟ طبعا الزرد انا مركبه بين كل حجر والتاني زرده. باخد الزرده بالشكل ده واخد الحجر بتاعي من اي فتحه من الفتحتين وابتدي اخده في اللي قبله بالشكل ده. اقفل ازاي؟ باستخدام الزرديه التانيه. دايما قلت لكم نبقى عندنا اتنين من الزراديه الخشنه بتسهل علينا، بس انا هقفل دلوقتي بدي مفيش مشكله، بس طبعا الزراديه الخشنه اسهل عشان التشطيب بتاعي يبقى 10 وبيرفكت، 10 على 10 وبيرفكت، ما يبقاش فيه اي حاجه مفتوحه. بص بقفل ازاي، وباجي بحط الزراديه بالشكل ده. انا عايزه ده يبقى مستوى واحد، ما يبقاش في طرف من الزرده طالع فوق عن الطرف الثاني بس، وانا محافظه على الشكل الدائري للزرده. بص هي تركيبه زرده، يعني ممكن حد يقول يعني مش قصة، لكن هو ده اللي انا بقصده يا جماعة بالتشطيب الصح والتشطيب النظيف والتشطيب العشرة على عشرة اللي هتلاقوني دايما بقولها في كل فيديو من فيديوهاتنا. بعد كده المفروض هاجي الناحية التانية وابتدي اركب الباقي السلسلة. طبعا واحده واحده هنركب زي ما ركبت الحجر ده، هركب باقي الاحجار. بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هو نفس الطريقه،
مش محتاجين نكرر او نعيد، واللي حابب يشوف نفس يشوف تركيب الحجر هترجعوا للنقطه تاني وتشوفوها براحتكم. هبتدي برضو هنا وانا بركب هنا اظبط. بصوا لازم احس بالقفله بتاعت السلك على السلك نفسه، ما يبقاش رايحه بعيد او مترحله في حته تانيه. باجي هنا، انا هنا عامله مسمار، انتوا عارفين المسمار اللي شفناه المره اللي فاتت اللي هو بيبقى ليه طرف مدبب او كوره، بنقفل بيه على حليه على اي حاجه حابين نحطها او حجر من الاحجار، ان شاء الله نقفله او نتعلمه في فيديو بعد كده. وبنركبه دايما في طرف الانسيال كانه حليه او كانه دلايه، بيدي منظر حلو قوي للشغل بتاعنا. باجي في ناحيه مركب الدلايه دي او الحجر ده، والناحيه الثانيه بعمل كده. لو انا عارفه مقاسي هقفل على او هركب القفل. لو انا دلوقتي هنزل الشغل ده عادي هسيب السلسله كده. الميزه في الشغل اللي هو الجزء بتاع السلسله اللي انا بسيبه ده ان انا ممكن اجي في اي هنا دايره من الدوائر بتاعه السلسله واقفل واركب القفل بتاعي، فهيقفل على الانسيال بتاعي والبسه بسهوله. لكن انا دلوقتي مثلا انا بحب ان انا اقفل على زرده مدوره بالشكل ده، فانا عارفه المقاس بتاعي، جيت هنا قبل النهايه بشويه ركبت الزرده دي عشان تسهل عليا قفل الانسيال، لان انا من الناس لما باجي اقفل الانسيال بيغلبني شويه، لازم اظبطه في ايدي كويس قوي عشان اقدر اقفله لنفسي لو انا مش معايا حد يقفله لي. فالزرده دي بتسهل عليا لانها بتبقى واخده دايره كامله، غير السلسله بتاعتي بتبقى واخده شكل بيضاوي شويه. بصوا، وبعد كده دي الحليه بتاعه الطرف او بتاعه الانسيال بتاعي، بيبقى بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. اظن مفيش اسهل من كده، وزي ما قلت لكم نقدر من السلك نعمل كل الاجزاء بتاعه الانسيال، لكن طالما ربنا مسهل علينا وميسر لنا الخامه موجوده، الزرد الاقفال براحتكم. لكن انا القفل ده بصراحه ما بستغناش عنه، وفي شبهه بالظبط كده في المحل برده بتاع الخامات، تقدروا تشتروه بيبقى بجنيه ونص تقريبا، وده برده تقريبا بجنيه ونص، ده ب4 جنيه تقريبا، ب5 جنيه 3 جنيه في الرينج ده، لان طبعا اسعار الاقفال بتبقى غاليه شويه النحاس، غير الاقفال المعدن بتبقى بالواحد او بالجرام، بيبقى ليهم سعر اقل شويه بكتير من النحاس، لكن طبعا بفضل النحاس في اي وقت. زي ما انتم شايفين كده ابسط طريقه لتركيب الحجر. يا رب الفيديو يبقى سهل ومفيد، وان شاء الله تبتدوا تشتغلوا وتعملوا الاكسسوارات اللي انتم حابينها ونفسكم تتعلموها. ان شاء الله مع بعض هتبقوا بروفيشنال ان شاء الله، وتعملوا كل الشغل اللي انتم حابينه. يا رب العالمين، يا رب اقدر اوصل لكم المعلومه بشكل سهل وما اقصرش معاكم باي شكل من الاشكال. بس يا ريت انتم كمان تدعموني، لو الفيديو عجبكم لايك الفيديو وشير كمان عشان الكل يستفاد، وما تنسونيش من دعوه حلوه. اتمنى لكم كل التوفيق، نتقابل ان شاء الله على خير في الورشه الجايه والفيديو الجاي. متشكره قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.